في ناس مهما نقعد ننصح ونفهم مش عايزة لا تسمع ولا عايزة تفهم، اللي هي مسألة مش عاوز يعي. القانون بياخد بقى في الحالة دي مجرى، يعني ماذا يحدث لو، هنا بقى العقوبة القانونية، الأب زوج بنته القاصر، عملوا زواج بالمشاهرة، الزوج اللي ما هوش قاصر وتزوج هذه القاصر، القانون بيتصرف مع الناس دي إزاي؟ خلينا نقول لسعادتك يمكن مؤخرا بدأ يطبق القانون تطبيق يعني قوي. أي ولي أمر أو أي قاصرة تتزوج طبعا بيكون لها ولي أمر طبعا، الاتنين بيتحالوا للنيابة، ولازم المشاهدين يعرفوا كده. وطبعا هنا بنقف عند يعني المخالفة، هل هو خالف فرجة رسمية أو زار فرجة رسمية، بيخش في موضوع تاني. هل هي كانت المخالفة في أمر يعني بسيط متعلق بالسن، برضو بيخش النيابة، إما أمر جنائي أو حسب الجرم اللي ارتكبه. هنا بتتكيف الخطأ حسب الجرم اللي ارتكبه، وده النيابة بتقوم بدورها في هذا الشأن. فلازم المشاهدين يعرفوا أن أي خطأ، وخاصة في الأيام الحديثة دي، وأعتقد كل قرية بدأ يتحال منها اتنين تلاتة أربعة، يمكن كان في الأول الدنيا سداح مداح محدش عارف حاجة، وكان كله بيعدي لغاية ما يكبروا ويجيبوا الشهايد، وسواء يجيبوها كده ولا كده. ويمكن لسه أنا امبارح كنت في مشكلة كده مع حد، فبيقول أصل إحنا كنا ماشيين بالبركة، البركة دي كانت خلاص زمان، إنما الوقت البركة موجودة بس الورقة مقننة. وفي قانون وفي حاجة اسمها دول مقننة، يعني سعادتك حتى لو يعني حتى الحياة الموثقة دي حتى لو كانت بتطول في المحاكم جدلا، ولكن كل واحد بياخد كل حقوقه. أما الأمور التانية اللي هي غير موثقة وما تشابه ذلك بيسبب مشاكل جدا، حتى الدولة لها حقوق بتضيع عليها. يعني أنا تحضرني شيء معين كده، إن الدولة بيضيع عليها ملايين الجنيهات من الزواج العرفي، اللي هي الاغلب القاصرات، اغلب اللي يعني واحده ارامل، احنا عندنا طبعا اعتقد حوالي 10,000 10 مليون ارمل ارمل، فالست الارمل اللي بتقبض معاش عشان تحافظ على معاشها تضطر تتزوج. تمام، فطبعا بتضيع حق للدوله، فبرضه محتاج تدخل تشريعي. يعني انا خلاص ما انت مش عايز تقنن، بس دي حدوته تانية. ما انت قلت ساعتك الحدوته الاصليه بتاعتي هنا في مساله زواج بمشاهره لقاصرات او حتى لغير قاصرات، مجرد زواج بالمشاهره انا مش قادر افهم يعني الحاله دي بتحصل عند القاصرات. انت بتفهم ليه ولي الامر بيعملوا كده ليه؟ ازاي ده ساعتك؟ بس هو حاليا يمكن دي زي ما انت ساعتك لسه بتقول مش ظاهره، هي قليله جدا في بعض الاماكن وفي بعض النجوع وفي بعض الامور، وكلها برضو ربما كان لها ظروف خاصه، يعني ظروف خاصه كده. طبعا للاسف عندنا برضو ما زال لسه في نسبه يعني معلش اميه فظيعه جدا، فممكن تبقى بنسب بسيطه جدا ان لم تكن منعدمه، وبدات تختفي شيئا فشيئا، وان كانت دي ظاهره ولكن ده استثناء او شاذ لا يمكن القياس عليه، وده مش منتشر وان شاء الله مش هينتشر، لان اللي هيعرض نفسه في مثل هذه الامور هيتعرض لعقوبه رادعه شديده والدوله لن تسيب. انا عارف ومتوقع استاذه فتن هتقول لنا يا جماعه بس العدد مش قليل، انا عارف ان العدد قد يكون بالالاف، بس في ظل 104 مليون مواطن، عشان كده قلت ما هي الظاهره، النسبه هي ضئيله، لكن هي للاسف الشديد ما كنت بصفها في الاول هي ماساه. طب استاذه فتن، بطبيعه الحال وبطبيعه نشاطك وبطبيعه عملك كباحثه في هذه الامور، بتنزلي وبتشوفي وبتلفي، لما بتتكلمي مع الناس دول بيقولوا لك ايه؟ يعني لما تقولي له مثلا كده مفيش لا رعايه صحيه ولا تموين ولا عيش ولا مدرسه ولا شغل ولا حاجه ولا حقوق ولا ميراث ولا حقوق ولا اي حاجه من الحاجات ده، هي بيقول لك ان الزواج ده هو يعني طب ايام الرسول عليه الصلاه والسلام يا استاذه كان الزواج ده كان بيبقى ازاي؟ يعني ايوه ايام الرسول عليه الصلاه والسلام ده كان حاجه، يعني كان في وكان يعني كان في المجتمع جاي. كان قليل والقبائل كانت معروفه والناس كانت معروفه على ان هو حضرتك الزواج زي ما قلت في البدايه الشروط الاساسيه للزواج، لكن دلوقتي المجتمع كبر والمجتمع بقى كمان بقى في حقوق عده في المجتمع للاشخاص. اذا كان احنا نتكلم دلوقتي في بناء الإنسان وحياة كريمة، ينفع يكون أصلا بناء الإنسان بشخص مجهول الهوية؟ أبني إزاي الإنسان وهو أصلا ما عندهوش يعني أبسط حقوقه، إن هي حضرتك المفروض شهادة ميلاد، شهادة الميلاد اللي بناء عليها هيقدر يواجه المجتمع اللي هو هيطلع بعد كده هيتعلم هيبقى بعد كده وطلي هوية، يقدر إن هو حضرتك يواجه المجتمع بيها، وفي نفس الوقت يبقى عارف هو مين وابن مين والمجتمع يبص له نظرة احترام. طيب أنا عايزة أقول لحضرتك كمان، أنا يعني الناس دهيت عندي ثلاث حلول
مسؤول او عندي قانون حضرتك يكون رادع لمن تسول له نفسه ان هو ممكن يقع في هذه الجريمه، وانا بعتبرها ان هي جريمه يعاقب عليها القانون لان فيها ضياع للحقوق حضرتك وضياع للحقوق وضياع لاشخاص ليس لهم اي ذنب. كنت انا بتكلم على الاسره وان ربنا سبحانه وتعالى شرع الزواج، ولكن في امور عده لازم ان انا خطوات لازم اتبع هذه الخطوات علشان ابقى انسان يبقى موجود في المجتمع وفي نفس الوقت ان اولادي لهم حقوق على هذا المجتمع. لازم اولا انا عشان اصلح حاجه زي كده انا ما يعني انا ما بناديش على ان احنا ممكن نشرع قانون يكون حضرتك في حمايه للناس تفكر بعد كده ان ممكن يبقى في زواج عرفي او ممكن يبقى في حضرتك زواج بالمشاهده وممكن ان احنا نصلح المواضيع، ولكن احنا قدامي ان هو حضرتك دايره والدايره ده هي هتفضل تدور، بمعنى الاب والام كانوا مجهولين حضرتك الهويه، الاولاد بقوا مجهولين الهويه، يبقى هم حضرتك لما يجي يتزوجوا هيبقوا هم كمان اولادهم مجهولين الهويه وهتفضل الدايره في نفس طبعا. حضرتك النطاق دوت. طيب انا ممكن انا احلها بمعنى ان انا عندي دلوقتي في القريه اللي هم موجودين فيها اخد حضرتك شهاده الشهود من الناس اللي موجودين فيها واخد حضرتك شيخ القريه واخد حضرتك العمده ليقروا ان هم دولت اولاد لهذا الشخص، بناء عليه بيتم حضرتك عمل ليهم عن طريق يتعمل لهم الاوراق اللازمه فيما بعد. بالظبط كده. طب هنا هسال بسرعه عشان خلاص لازم اختم حالا، دكتور سمير تعتبر انه من وجهه النظر القانونية هل هذا جائز أو هل هذا قد يساعد في حل هذه الأزمة؟ أنا بتكلم هنا على السابق وليس اللاحق. هو حاليا احنا بنعمل ايه؟ يعني هو الحل زي دي أو الأمور زي دي بيضطر يرفع قدام المحكمة دعوة إما إثبات نسب أو إثبات زواج إذا كان زواج عن طريق الشهود عن طريق الشهود زي ما كانت بتقول أستاذة عن طريق الشهود شيخ البلد أهل البلد يشهدوا في وقدام القاضي ويثبتوا هذا الكلام، اذا كان زواج يبقى اثبات زواج اذا كان خلي ما فيش وثيقه زواج بيعمل هذا الكلام، اذا كان نسب بنعمل اثبات نسب الاطفال ما لهمش حد، وده ممكن ياخد وقت شويه قدام المحكمه ولكن ده بنعالجه مؤقتا ولكن ياخد وقت قد ايه ممكن 3 شهور بس هو ده مش الحل. انا مش عايز بس يعني لو على 3 شهور ماشي ما هو كل ما انا مش عايز اقول كده عشان كله لا ما احنا بنقول يعني بقى هنا أنا اصبح أنا في أتمنى عندك من عندي أتمنى قانون رادع للي هيعملها تاني. اتمنى ان المشرع يتدخل ويضع بعض الحلول، ولكن هذه الحلول عشان نقولها الوقت او نقترحها الوقت لا صعب علينا، الحلول دي عايزه غرف مغلقه وعايزه متخصصين فنيين ونقعد نشوف ايه الحلول زي قانون الاسره اللي ما قعدنا في مؤتمرات وما الى ذلك عشان نقدر. طب ابداوا يا دكتور الغرف المغلقه دي بتاعت حضراتكم كاساتذه قانون ماشي ما هو وتقدموا بالاقتراحات لمجلس النواب. ما من المفروض الدوله يعني معلش كانت الدوله بتبعت للمختصين والفنيين حد من الـ من الـ من الازهر حد من اساتذه الجامعه حد من ابداوا اعملوا الندوات دي في كليات الحقوق ونقعد نتكلم ونشوف ايه الحلول المقترحه عشان نقدر نطلع قانون او نطلع الدولة مش حاجه الدولة تشريع. مش لازم الدوله، ممكن ابقى كليه الحقوق في جامعه كذا تبدا تاخد خطوه في حاجه زي كده نعمل مشروع قانون بالظبط نعمل يا جماعه ندوات. طب النواب سعادتك هم اللي بيعمل ما هو علشان النواب يعمل ده لازم ياخد مقترح. طب ما هو اللي بتعمل القانوني ايه سعادتك انت هتعمل المقترح فين البنيه القانونيه اللي هبني عليها ما هو المقترح. طب ما انا عاوز اتقدم بمشروع قانون هو فين القانون قلنا الغرف المغلقه حضراتكم حلو اعملوا بقى الغرف المغلقه اولا وبعد كده يبقى في حاجه اسمها لجنه استماع في مجلس النواب تيجوا للجان الاستماع تعرضوا ما اخرجتموه من علم لازم ان يكون تحت منظومه تمام. خليني بقى بس حضرتك دلوقتي انوه عن حاجه لازم اشكر الدوله واشكر المجلس القومي للمراه على الجهود الكبيره اللي صحيح. هو عملها أتفق. بقانون حضرتك تجريم الزواج القاصرات طبعا. لان دي حضرتك الخطوه الاولانيه اللي هنقدر نثبت بعد كده هو على ان لا يمكن فتاه اسرتها هيقدموا على انه يزوجوها دون سن ال 18 لان سن ال 18 ده هو الموضوع مجرم بالقانون المصري وطبقا حتى للمواثيق الدوليه.